تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تسلم أوراق المترشحين في انتخابات الرئاسة، وتقوم لجنة تلقي طلبات الترشح في الوقت الحالي بفحص جميع الأوراق المقدمة إليها من طالب الترشح والتأكد من استيفائها للشروط الدستورية والقانونية والقرارات المنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات. والمزيد يطلعنا عليه أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. نحييكم من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وقد اختتمت اليوم الخامس من استقبال الهيئة لطلبات الترشح من قبل السادة مرشحي رئاسة الجمهورية المحتملين. كان اليوم قد بدأ في تمام الساعة 9 صباحا، وفي تمام 1 بعد ظهر اليوم وصل الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي المحتمل إلى هنا إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تقدم سيادته بأوراق ترشحه إلى الهيئة. كان بصحبة عدد من أنصاري ومن أعضاء حزب الوفد والوفديين، بالإضافة إلى الدكتور ياسر الغضيبي المتحدث باسم رئيس حزب الوفد والحملة الانتخابية للدكتور ياسر للدكتور عبد السند يمامة المرشح الرئاسي المحتمل. وبالتالي نتحدث عن 3 مرشحين كما تم الإعلان في نهاية هذا اليوم في المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث وصل عدد المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية حتى الآن إلى 3. كان الدكتور عبد السند يمامة قد تقدم بأوراق ترشحه ومعه نحو 27 تزكية من السادة أعضاء مجلس النواب، منها 24 تزكية من أعضاء حزب الوفد من مجلس النواب و3 من المستقلين، بالإضافة إلى كان معه أيضا الآلاف من التوكيلات الشعبية، ولكن اكتفى بتزكية أعضاء مجلس النواب حيث من المنصوص عليه لتلقي وقبول أوراق ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أن يتجاوز العدد نحو 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، وبالتالي هو تجاوز هذا العدد ب7 تزكيات أخرى من قبل السادة مجلس النواب. من المفترض أن يستمر تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية من المرشحين الرئاسيين المحتملين حتى يوم 14 من أكتوبر، وفي يوم 16 من أكتوبر سوف يتم إعلان القائمة المبدئية، وفي 9 من نوفمبر سوف يتم إعلان القائمة النهائية لمرشحي رئاسة الجمهورية الذين سوف يخوضون غمار انتخابات رئاسة الجمهورية 2024. إليكم زملائي في الاستوديو.